السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث لمدارس سوات. إن شاء الله إحنا النهاردة هنبدأ مع بعض نكمل دروس الكيمستري، وهنبدأ النهاردة في شابتر 3 ليسون 1 اللي بيتكلم عن الكيميكال إيكوليبريوم. معنى كلمة كيميكال إيكوليبريوم يعني إيه؟ في عندنا حاجة اسمها التوازن أو الاتزان الكيميائي. زي ما أنتم شايفين الرسمة اللي قدامنا دي، في عندنا هنا تمام، في عندي هنا مثلا كونتينر بيحتوي على جاز معين اللي هو اللي لونه بالمنظر ده، وبعدين بدا يحصل طبعا اللي هو ده اللي بيشاور عليه من ان احنا في عندنا هنا ريليشن ما بين التايم على الاكس اكسس. انا عندي هنا ريليشن ما بين تايم على الاكس اكسس ما بين الكونسنتريشن او النمبر اوف مولوكيولز على الواي اكسس، تمام. ده اللي هو النمبر اوف مولوكيولز او كونسنتريشن او التركيز، تمام. فلما جينا عملنا علاقة أو عملنا ريليشن أو بدأنا نتابع إيه اللي بيحصل قدامنا بالنسبة للرياكشن اللي موجود معانا ده، لقينا إنه مع بمرور الوقت أو طول ما الوقت عمال بيعدي بيحصل قدامنا حاجتين، إن الـ concentration of reactants عمالة بيحصل لها decrease لحد ما توصل للزيرو، وبعدين concentration of products عمالة بيحصل لها increase لحد ما وصلنا للماكسيموم. زي ما انت شايف هنا الالوان بتاعتنا بدات تتغير من اللون البربل لحد ما وصلنا لاخر حاجه خالص، انه ولا عندي اي حاجه موجوده من الرياكتنت اللي كنت بادئه بيها. وبالتالي احنا وصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد ان كل البرودكتس اتكونت، فاصبحت معايا بالنسبه لي ماكسيمم، او اصبحت بالنسبه لنا في الحاله دي 100%. وفي نفس الوقت بعد ما كانت الرياكتنت كلها على بعضها 100% في بدايه او in the beginning of the experiment، اصبحت في الاخر خالص اصبح التركيز بتاعها 0% او الكونسنتريشن بتاعتها equal 0%. اذا دلوقتي احنا فهمنا انه بيحصل معايا في الرياكتنت رياكتنت كونسنتريشن، النقطه اللي عندنا هنا رياكتنت كونسنتريشن in the beginning of the reaction equal كام؟ equal 100%. لكن في البدايه خالص بالنسبه للرياكتنت او الكونسنتريشن اوف ذا برودكتس ايكوال 0%، تمام. ده بالنسبه لي اللي حصل قدامنا. باي ذا تايم بمرور الوقت بتاعنا اصبح انه الكونسنتريشن اوف ذا رياكتنت ديكريز وايل انتل تو ايه؟ انتل تو ريتش 0% وايل ذا رياكتنت اوف برودكت انكريز انتل تو ريتش 100 ديجري برسنت، تمام. ده بالنسبه لي معنى كلمه ايه اللي بيحصل او ريت اوف كيميكال رياكشن. طيب زي ما احنا قلنا الكلام ده كده خلاص وتعرفنا عليها، وعايزين بقى نعرف يعني ايه ريت اوف كيميكال رياكشن. في الصفحه اللي فاتت احنا قلنا انا في عندي هنا معدل او في عندي هنا رينج او حاجه معينه بالنسبه للتغير في الكونسنتريشن الخاص بكل ماده قدامنا او كل مولوكيولز قدامنا. فالمعدل اللي بيحصل قدامك ده ان بيحصل قدامك زي ما انت شايف تشينج ان كونسنتريشن ديورنج ا يونت تايم، change in concentration او قدامك اهو change in concentration during a unit time. وبالتالي احنا هنعمل حاجه اسمها rate of chemical reaction او ال definition بتاعتها. It is the change in concentration of the reactants or their products in unit time. طبعا لما اجي اعملها كده ممكن نعملها على شكل mathematical relation، هيساوي change in concentration سواء كانت reactants او products على مين؟ على التايم او divided time. ده بالنسبه لي rate of concentration. لما اجي اتكلم على boiling point، دي معلومه بس كنا اخذناها زمان. طبعا احنا كنا بنعمل boiling point للرياكشن اللي كنا شفناه قبل شويه في الجرافيكال، وبالتالي boiling point عباره عن temperature at which the vapor pressure of the liquid equals the normal atmospheric pressure. ده كده تعريف الحاجة اللي احنا شفناها مع بعض بالنسبة للي هو الحاجة اللي انا استخدمتها علشان اوصل الكونسنتريشن بتاع الرياكتنت للزيرو بيرسنت، وعلشان كمان اوصل الكونسنتريشن بتاع البرودكت تو 100%. دلوقتي احنا بقى هنعرف او نتكلم على سيستم ان ايكوليبريم. ايه الانظمة الخاصة بالايكوليبريم؟ او يعني ايه ايكوليبريم؟ او بيحصل فين بالظبط؟ احنا عندنا تو تايبس اوف ايكوليبريم، او عندنا سيستم ان ايكوليبريم بنقدر نعمل لها كلاسيفيكيشن انتو تو تايبس. اول حاجة يا اما يكون فيزيكال سيستم، ايكوليبريم ان فيزيكال سيستم. تاني حاجة ايكوليبريم ان ذا سكند سيستم ان كيميكال سيستم. يبقى انا عندي الفيرست ايكوليبريم ان فيرست ان فيزيكال سيستم،
والثانيه اكوليبريم ان ايه؟ ان كيميكال سيستم. لما نيجي نتكلم او نشوف اول واحده بالنسبه للاكوليبريم ان فيزيكال سيستم، يعني معنى كلمه فيزيكال سيستم يا اولاد يعني ايه؟ يعني انا بعمل دلوقتي تغيرات في الستيتس بتاعه كل ماتر او بتاعه كل اوبجكت قدامنا. طبعا احنا عارفين ان الفيزيكال ستيت يا اما يكون سوليد يا اما يكون ليكويد يا اما يكون ايه يا اما يكون جاز. طول ما انا عمال بغير من السوليد للليكويد او من الليكويد للسوليد او من السوليد للجاز او من الجاز للليكويد، انا بسميها فيزيكال ستيت او بسميها فيزيكال تشينج. فهنشوف دلوقتي مثلا علاقه او هنشوف دلوقتي ريليشن ما بين او ايه اللي بيحصل بالظبط بالنسبه للاكوليبريم ان فيزيكال ستيت. اللي بيحصل دلوقتي ان احنا جبنا بيكر، ادي بيكر قدامنا اهو، حاطين فيه مثلا الووتر مولوكيول، وبعدين بدانا نعمل هيتنج او بدانا نعمل لها غليان. شويه شويه هنلاقي الووتر مولوكيول بدا يحصل لها ايفابوريشن، تمام كده؟ يبقى دلوقتي شويه شويه بدا يحصل ايفابوريشن، والووتر فيبر بريشر بتاعنا طبعا بيبقى ايكوال مع ايه؟ مع البريشر اوف ذا اتموسفير، بالتالي هو بيبدا يعمل بويلنج بوينت زي ما قلنا قبل شويه ات 100 ديجري، تمام كده؟ فحصل عندي في البدايه خالص زي ما انت شايف بدا يحصل ايفابوريشن، يبقى ادي في البدايه، تمام كده؟ وبعدين شويه شويه لقيت ان بيحصل عندك ستاندرد ووتر فيبر بريشر، يعني بنوصل لي اللي هو درجه الغليان القياسيه. في الحاله دي بدا يحصل معانا من المولوكيولز اللي حصل لها قبل شويه ايفابوريشن بدا يحصل لها كوندنسيشن، تمام؟ بدا يحصل ليها كوندنسيشن. انا شايف في البدايه خالص ايه اللي بيحصل، يعني انا شايف العمليه الاولى اللي هي الايفابوريشن، وبعدين بدات اتابع ايه اللي بيحصل في النزول اللي هو الكوندنسيشن، لحد ما اوصل لمرحله العمليه شغاله قدامي بس انا ما عدتش شايف اي حاجه. يبقى دلوقتي احنا وصلنا لمرحله اسمها الايكوليبريم، وبالتالي اللي حصل قدامنا انه بقى عندي ايكوليبريم ما بين تحول ال H2O ليكويد خلاص كده لحد ما يتحول الى H2O فيبر، وبعدين بدا يتحول مره ثانيه ال H2O اللي هو فيبر الى ليكويد. طبعا بيحصل من ليكويد للفيبر عن طريق عمليه اسمها الايفابوريشن زي ما احنا عارفين، ادي ايفابوريشن، تمام؟ وبعدين علشان اوصل من الفوليوم اوصل عفوا من ال اللي هو الفيبر الى الليكويد بعمل عمليه ثانيه اللي هي اسمها ايه؟ اسمها كوندنسيشن، تمام كده؟ ده بالنسبه لي اللي حصل قدامنا. كل اللي حصل قدامك ده انا ما غيرتش خالص في الاستراكشر الخاصه بالووتر، لكن كل اللي عملته ان احنا عملنا تبديل او عملنا تغيير او عملنا تحول ما بين الووتر في حاله الليكويد ستيت تو ووتر ان ايه؟ ان فيبر ستيت. والعمليه الاولى اسمها ايفابوريشن اللي هي التحويل من ليكويد تو فيبر، وعلشان احول من الفيبر الى الليكويد بسميها كوندنسيشن. طالما انا خلاص وصلت لمرحله ان انا ما بقتش شايف ايه اللي بيحصل قدامي في البيكر اللي قدامي، على طول هنقول ان ال H2O ليكويد هيتحول الى H2O فيبر، وكمان ال H2O فيبر هيتحول الى H2O ليكويد. يبقى the rate of evaporation equal the rate of condensation، يبقى معدل التحول بتاع الايفابوريشن او معدل التحول من الليكويد للفيبر او بنسميها rate of evaporation equal rate of condensation، وبالتالي انا ما بقتش شايف ايه اللي بيحصل قدامنا، عشان كده سميناها physical equilibrium. سميناها ايه؟ سميناها physical equilibrium، تمام؟ نيجي بقى نشوف الحاله الثانيه. احنا قلنا عندنا two types of equilibrium، واول واحد عندنا اللي هو فيزيكال ايكوليبريم. دلوقتي هنتكلم عن حاجه اسمها كيميكال سيستم او ايكوليبريم ان ذا كيميكال سيستم. معنى كلمه كيميكال سيستم يعني بيحصل عندك رياكشن، بيحصل عندك تغيير او بيحصل عندك كيميكال تشينج، بيحصل عندك تغيير بالنسبه للاستراكشر الخاصه بالمولوكيولز اللي موجوده معاك. طيب لما نيجي نتكلم على الكيميكال او ايكوليبريم ان ذا كيميكال سيستم، لازم افرق ما بين تو تايبس او تو كاينز اوف كيميكال رياكشن. في عندنا نوعين من الكيميكال رياكشن، في نوع منهم بنسميه كومبليت رياكشن او بنسميه الريفرسبل رياكشن، يعني ده تفاعل خلاص بيتم وبينتهي وبيخلص، بينتهي تماما. اما الرياكشن الثاني بنسميها ريفرسبل رياكشن،
بنسميه ريفيرسبل رياكشن او تفاعل تفاعل غير تام او بنسميها تفاعل انعكاسي. معنى كلمه انعكاسي يعني رايح جاي، رايح من الرياكتنت تو برودكتس او راجع من برودكتس تو رياكتنت. وبالتالي لما اجي اتكلم على النوعيه دي لازم تفهم لي حاجه، ايه اللي بيخلي الرياكشن اللي قدامك ده بيخلص ما عادش يرجع مره تانية، او ايه اللي بيخلي ان الـ A react with B to produce C and D بدون ما يخلي الـ C plus D react with each other to produce الـ A and B. يبقى اكيد بيحصل عندي حاجه من الاثنين، يا اما يتكون عندي جاز والجاز ده evolves وبالتالي مش هينفع ان الـ C هيتفاعل مع نفسه او يحصل رياكشن مع نفسه عشان يرجع لي تاني الـ A والـ B، او يا اما هيتكون عندك precipitate او بريسبتيشن وبالتالي مش هيقدر يحصل كومباين وذ اتش اذر علشان يكون لك البي والاي مره ثانيه. يبقى دلوقتي احنا فهمنا انه امتى هيكون كومبليت او ايرفيرسبل رياكشن، لما يتكون عندك حاجه من الاثنين، يا اما يتكون عندك جاز والجاز ده هيحصل له ايفولفز وبالتالي مش هيكون موجود في الكونتينر او في الرياكشن كونتينر، يبقى معناها ما عادش عندي الدي عشان يعمل رياكت مع السي وبالتالي يعطيني البي والاي، او ممكن يكون السي نفسه هيطلع لي از ا برودكت بس هيكون بريسيبتيت. بما انه بريسيبتيت اذا معناها مش هيقدر يرياكت مره ثانيه مع الدي علشان يعطيني الاي مع البي، يبقى ده بسميها ايه؟ ده بسميها ريفرسبل رياكشن او كومبليت رياكشن. النوع الثاني بقى اللي هنشتغل عليه بالنسبه للاكوليبريم، ان النوع الثاني اللي قدامنا ده لما بيكون معايا x plus y to produce z plus w ده بنسميها forward reaction. ممكن في نفس الوقت ال z بيرياكت مع ال y علشان يرجع مره ثانيه ويعطيني x and y، تمام كده؟ يبقى ده بسميها ايه؟ ده بسميه backward reaction. يبقى انا عندي two types حوالينا هنا، في عندي فورورد اللي بنسميها التفاعل الامامي، وبعدين في عندي حاجه اسمها باكورد اللي هو التفاعل اللي هو العكسي او الخلفي. ده معناها انه الاكس بلس واي بريديوس زد اند دبليو، وبما انه لسه الزد والدبليو موجوده في الكونتينر اذا معناها زد رياكت ودبليو عشان خاطر يعطينا الاكس بلس الواي. يبقى انا رايح جاي، انا رايح جاي في الفورورد عشان اجيب الزد والواي وبعدين راجع لي الباكورد علشان اجيب لك مين الواي والواي بلس الزد بلس الاكس. يبقى دلوقتي ده بنسميها طالما التفاعل قدامك رايح جاي عمال بيعطي لك الرياكتنس وبعدين يعطي لك البرودكتس وهكذا لحد ما اوصل لمرحله من الاكوليبريم، ده بنسميه ريفيرسبل رياكشن. هنا كمان في حاجه مهمه جدا، لو انا طلع معايا جاز، لو طلع معايا جاز بس كان الكونتينر اللي انا موجود فيه كلوزد وكان الجاز ده يقدر ان هو يرياكت مع الماده اللي معاه عشان يحول لي الى الاكس بلس الواي، ده ممكن نسميها برده ريفيرسبل رياكشن، وبالتالي اقدر اعمل لها ايه؟ اقدر اخليها اللي هو تفاعل متزن او تفاعل ايكوليبريم او كيميكال ايكوليبريم. طب ناخد اكزامبل دلوقتي على الكيميكال ايكوليبريم. اول حاجه بالنسبه لاكزامبل على الريفيرسبل رياكشن، شوف معايا كده بيقول لك ايه؟ مغنيسيا رياكت ويز دايلوت اتش سي ال اللي هو هيدروكلوريك اسيد تو بروديوس مغنيسيوم كلورايد بلس هيدروجين جاز ايفولفز. طبعا الهيدروجين جاز هيحصل له ايفولفز فروم ذا بيكر او فروم ذا كونتينر اوف ذا رياكشن، وبالتالي مش هيحصل رياكت مره ثانيه ما بين ده وما بين ده علشان يعطينا الام جي بلس الاتش سي ال. الرياكشن الثاني يبقى هنا اعطالك الجاز، الرياكشن الثاني رياكشن بتوين صوديوم كلورايد اند سيلفر نيتريت، سيلفر نيتريت. طبعا احنا عارفين ان الصوديوم كلورايد ده عباره عن صولت والسيلفر نيتريت هو كمان عباره عن صولت، فاحنا عارفين واخدنا من ايام ما كنا في بريب 2 ان صولت بلس صولت على طول هنعمل دبل ريبليسمنت، يعني ال NA هياخد ال NO3 ويعطينا NA NO3 أكوس بلس ال AG ياخد ال ACL ويعطينا AGCL، بس المرة دي ال AGCL as a white precipitate زي ما أخدتها في شابتر 2. يبقى دلوقتي إحنا تكون عندك هنا precipitation، يبقى ال precipitate ده ما يقدرش أبدا يعمل رياكت مرة تانية مع ال NA NO3 أو الصوديوم نيتريت
to produce ال AgNO3 plus ال NaCl. يبقى كل واحد من دول اللي خرج لي الهيدروجين جاز او any gases واللي خرج لي او اللي عمل لي precipitate على طول بنسميها irreversible reaction او بنسميها complete reaction. تمام، دي الاكزامبل على النوعيه الاولى. اما الاكزامبل على الطيب الثاني اللي هو reversible reaction. The reaction مثلا اعطى لك example اللي هو acetic acid CH3COOH react with ethanol alcohol. تمام كده؟ To produce ethyl acetate ester. Ethyl acetate ester اللي هو CH3COOC2H5 أو CH3COOCH2CH3 plus الووتر. ما زال كل البرودكتس اللي طلعت معايا هنا كلها موجودة في الكونتينر اللي أنا عملت فيه الرياكشن، وبالتالي سهل جدا إن الووتر يعمل رياكت مرة تانية للإيثايل أسيتيت إستر to produce acetic acid and ethanol alcohol. ممكن كمان يرجع تاني، ده هيعطيني ده وده كمان هيعطيني ده. إذا معناها التفاعل في forward وفي backward. forward اللي هو acetic acid react with ethanol alcohol to produce ethyl acetate ester plus the water. أما الباكورد اللي هو الرياكشن between ethyl acetate plus the water to produce acetic acid and ethanol alcohol. يبقى ده تفاعل ايه او ده رياكشن بنقول عليه reversible reaction. reversible reaction. تمام؟ في عندنا هنا سؤال حلو جدا بيقول لك ايه؟ بيقول لك on testing the reaction solution of acetic acid تمام with ethyl alcohol اللي كنا لسه حالا عاملينها قبل شويه. acetic acid اللي هي CH3COOH plus ethyl alcohol اللي هو C2H5OH. احنا كنا لسه عاملينها قبل شويه بس كانت بالتفصيل، وكنا مفصلينها اللي هي CH3 كان رسم لي دي اللي هي CH3 C double bond O وبعدين C بعد O H، وكان عامل دي اللي هي C2 أو CH3 CH2OH C2H5OH اللي هو إيثانول الكحول. ليه بيقول لك إنه on testing the reaction solution of acetic acid with ethyl alcohol using blue litmus paper. ليه لما أجي أستخدم blue litmus paper it's unexpectedly changed into red. حصل فيها انها اتغيرت الى الريد رغم ان ده شيء كان غير متوقع. Which indicates to acidity of the reaction medium. طبعا احنا عارفين انه الليتمس بيبر ده يعتبر indicator واخدناها قبل كده ان هي ليها two types. الليتمس بيبر ليها two types of color. يا اما تكون blue يا اما تكون red. وانا بستخدمهم عشان خاطر نعمل detection للاسيد والبيز. فلو كانت لونها بلو وبعدين حصل لها تشينج انتو ريد على طول السوليوشن اللي قدامك هيكون اسيد. اما لو كانت لونها ريد تمام، اما لو كانت لون الليتمس بيبر ريد وبعدين حطيناها في سوليوشن ماء وتحول لونها الى البلو على طول ده معناها ان المحلول ده عباره عن بيزك سوليوشن. ده هيكون acidic solution لانه litmus paper turns from blue to red. يبقى السوليوشن بتاعنا عباره عن acidic solution. while when litmus paper turned from red to blue ده معناها ان هو basic solution. هنا قال لك ايه بقى؟ هنا قال لك ان هو حصل لها ان هي ايه؟ changed into ايه يا اولاد؟ changed into red. وبالتالي قال لك ده indicates the acidity of the reaction media. ده معناها ان الميديا اللي قدامك ده عباره عن acid. طب من فين جه الاسيد وانا بعمل reaction ما بين acetic acid solution plus الالكحول. قال لك دلوقتي ان احنا عندنا اكيد او ده وضح لك ان في اكيد عندي irreversible reaction. وبعدين the reaction acetic acid with ethyl is not complete. يعني مش كامل او مش تام، ده هو يعتبر irreversible reaction. ليه بقى؟ اكيد ادي اللي هو الاسيتيك اسيد react with ethyl alcohol to produce ethyl acetate ester plus الووتر. طيب وبعدين رجع مره ثانيه
الووتر بلس الاستر هيعطي لك السي اتش 3 سي او او اتش اللي هو الاسيتيك اسيد بلس سي 2 اتش 5 او اتش. يبقى احنا عندنا هنا البوث دايركشن بيتكون عندنا ان كل حاجه موجوده قدامك وبالتالي اسيتيك اسيد لسه موجود. على هذا الاساس هو عمل تيرن للتمس بيبر 2A تيرن للتمس بيبر 2 ريد. خلاص كده؟ معنى كلمة chemical equilibrium يعني ايه chemical equilibrium عشان تفهمها؟ زي ما انت شايف مثلا ادي البيرسون اسندنج هو عمال بيطلع والسلم بتاعنا descending عمال بينزل. لو انت واقف تحت هنا، لو انا واقف موجود تحت وكانت speed of person greater than speed of oscillator، خلاص كده؟ ايه اللي هيحصل او هتفهم ايه؟ هتشوف وانت واقف تحت ان الولد عمال بيطلع رغم ان كل الناس اللي حواليه هنا اللي واقفين على السلم ده عمالين بينزلوا. يبقى دي حاله اولى. الحاله الثانيه لو كان السبيد بتاع الولد ده less than the speed of oscillator اللي هي السرعه بتاعته اقل من السرعه بتاعت السلم نفسها، انت هتلاقي ان الولد عمال بينزل مع الناس ثاني. لكن لو كانت السبيد بتاعت البيرسون ده equal speed بتاعت الاسليتور، على طول ده معناها انك انت هتشوف الناس كلها عماله بتنزل حواليه لكن هو كانه ثابت في مكانه. يبقى رغم ان هو عمال بيتحرك وعمال بيطلع والسلم عمال بينزل الا انك انت شايفه كانه ثابت في مكانه. عشان كده بنقول انه الايكوليبريم ستيت ريمينز unchanged، ما بيحصلش unchanged in all reactants and products are still found in the medium of the reaction. ما بيحصلهاش اي تغيير. And as long as the reaction conditions as the temperature and the pressure is not changed. تمام كده؟ وطبعا زي ما احنا عارفين انه الكيميكال ايكوليبريم بيكون دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ يعني زي ما انت شايف مستمر. الراجل ده عمال بيطلع والسلم عمال بينزل بس انا شايف كانه remains constant. كأن الراجل ده remains constant لكن كل حاجة شغالة زي ما هي وبالتالي بنسميه dynamic system. يبقى equilibrium chemical equilibrium and reversible reaction dynamic system. dynamic system ايه؟ لأن كل حاجة بتكون takes place with the rate of forward reaction the rate of forward reaction equal the rate of backward reaction وهكذا. the rate of forward reaction equal the rate of backward reaction. هنشوف اكزامبل على الكلام ده بيقول لك ايه. وطبعا بيقول لك mention our kind of each of the following reactions complete or reversible with explanation. طبعا هو مش بس هيسالك على ليه هو يعتبر complete ولا ليه هو يعتبر reversible، بس بيقول لك اعطيني السبب او وضح لي السبب اللي خلاه complete او اللي خلاه reversible. اول equation 2AgNO3 silver nitrate react with barium chloride BaCl2 to produce 2AgCl plus BaNO3 by 2 اللي هي barium nitrate. زي ما انت شايف دلوقتي انا عندي هنا اتكون solid يعني precipitate. اتكون solid يعني precipitate. يعني من الصعب تماما it's difficult for the products ان هم يرياكت with each other to produce barium chloride and AgNO3 again. خلاص؟ ودلوقتي بما انه اتكون عندك precipitation يبقى it is very difficult to the products to react with each other to produce barium chloride and AgNO3. ادي اول واحده. الثانيه FeCl3 aqueous اللي هو iron 3 chloride plus 3NH4SCN اللي هي أمونيوم سيانيت أكواس يعطينا NH4Cl أكواس بلس FeSCN 3 by 2 أكواس. زي ما أنت شايف أنا عندي هنا موجودة في محلول أو أكواس وهنا كمان أكواس وهنا كمان أكواس وهنا كمان أكواس. يعني كل حاجة موجودة معايا لسه موجودة في الكونتينر أوف ذا ريأكشن موجودة تمام جدا وبالتالي سهل جدا ان دول react with each other to produce ammonium cyanate plus iron 3 chloride. خلاص؟ يبقى ده بنسميها continuous presence of the reactants. خلاص كده to produce and products to produce
each other، يعني التفاعل في فورورد وفي كمان ايه، في كمان باكورد. طب السؤال الثالث، يبقى انا عندنا الاولاني يعتبر ايه؟ يعتبر كومبليت. يبقى انا دلوقتي عرفت ان الاول يعتبر كومبليت لان اتكون عندك سوليد او البريسيبتيت. اما الرياكشن الثاني اللي هي ال FeCl3 + NH4SCN to produce 3NH4Cl plus FeSCN 3 by 2، ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه ريفرسبل رياكشن، لان كل الحاجات موجوده معاك في الكونتينر، وبالتالي سهل جدا react with each other to produce each another another compounds. السؤال رقم 3 او الايكويشن نمبر 3، Cu2CuNO3 by 2 solid plus 2CuO to produce 2CuO plus 4NO2 plus O2. طبعا زي ما انت شايف انا اتكون عندي هنا solid، اتكون عندي هنا precipitate، وكمان اتكون عندي هنا gas، واتكون عندي هنا gas. طيب حتى لو كان كاتب لك هنا انه الوعاء اللي قدامك ده closed في فيزل، فبرضه بما انه تكون عندك هنا precipitation يبقى الايكويشن دي بكل الحالات complete reaction. الايكويشن دي في كل الحالات، حتى لو حب ان هو مثلا يلخبطك ويقول لك ان هو closed فيزل، قول له اه انا لو كان closed فيزل ده ممكن يرياكت مع ده عادي، بس في حاله عدم وجود ال CuO علشان يعطيني البرودكتس اللي ممكن تنتج من التفاعل بتاعنا. اخر واحده في الايكويشن اللي قدامنا CH3COOC2H5، تمام، اللي هو الاستر اسيتيت بلس H2O ليكويد تو بروديوس كربون داي اوكسيد جاز بلس H2 ان كلوزد فيزل. لا، التفاعل ده معلش هيكون CO بلس ال H2 CO gas plus H2O vapor هيعطينا CO2 gas plus hydrogen gas. والإيكويشن دي انت هتاخدها تماما ان شاء الله في الأورجانيك كيمستري، بس هو هنا قال لك enclosed vessel، يعني انا عندي الكونتينر اللي انا شغال عليه closed، يعني الهيدروجين gas doesn't evolve، تمام، وفي نفس الوقت كمان ده هيكون remains in the container، هيكونوا موجودين معايا في الكونتينر، فسهل جدا انه هيدروجين جاز react with carbon dioxide to produce water vapor plus carbon monoxide. تمام، ده بالنسبه للايكويشن الرابعه. يبقى دلوقتي احنا عرفنا انه لما اجي اعمل mention، لما اجي اعرف او هو لما يسالك الايكويشن اللي قدامك دي او التايب اوف ايكويشن او التايب اوف the equation، هل هي complete reaction ولا reversible reaction with explanation. طبعا ممكن يجيب لك اه احنا ما عدناش نكتب اي حاجه بالنسبه للاكسبلينيشن، بس ممكن يجيبها لك في التشوز، تمام كده. وبالتالي طالما انت فاهم كل حاجه يبقى ان شاء الله تعرف تحل السؤال كله من اوله لاخره، تمام. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه لي اللي هو ازاي اعرف الايكويشن اللي قدامك دي هل هي complete ولا reversible reaction، هل هي complete ولا reversible reaction، تمام. نشوف حاجة دلوقتي كمان تانية بتقول لك ايه بقى، rate of chemical reaction، معدل التفاعل الكيميائي او سرعة التفاعل الكيميائي. لما هنشوف مثلا الايكويشن اللي قدامنا دي اللي هي symbolic by A produce B، طبعا احنا عارفين لما اجي اعمل ريليشن دلوقتي ما بين الكونسنتريشن والتايم، فاحنا حتى اخذناها في الفيزيكس انه التايم دايما بنحطها على الاكس اكسس، وبعدين اي حاجه انت بتعمل معاها ريليشن مع الثانيه على طول نيجي نحطها على الواي اكسس. يبقى انا دلوقتي عملت ريليشن ما بين كونسنتريشن اند تايم، كونسنتريشن اند ايه؟ اند تايم. وطبعا نفس الحكايه ممكن مثلا نتكلم على الكونسنتريشن، ممكن measured by جرام او لتر بير مول، او ممكن يقاس بمثلا اللي هو المولر او المولاريتي على حسب ما يكون هو مديلك في المساله او في السؤال اللي موجود معاك. طيب لما نيجي بقى نتكلم على الكونسنتريشن، وادي المساله اللي قدامك او الرسمه اللي قدامك، زي ما انت شايف دلوقتي ايه اللي حصل؟
اللي حصل انه ادي البيئه اهي اللي هي البرودكتس بيحصل فيها increasing of products concentration زي ما انت شايف اهو by interval time the concentration of the B او of product B is increased by time بيحصل فيها increase by time في نفس الوقت ان ال A اللي هم الرياكتنت بيحصل فيها decrease A اللي بيحصل decreases by time او decrease in concentration by time تمام كده ده بالنسبة لي اللي هو rate of chemical reaction يبقى لما اجي اتكلم على rate of chemical reaction يا اما يكون عبارة عن change in concentration of the reactant at interval time او at unit time او the change in concentration of the product برضو at interval of time او at a unit time ده بالنسبة لي معنى كلمة rate of chemical reaction بالنسبه لي اللي هو الريفرسبل رياكشن نيجي بقى نشوف احنا هنا خلاص دلوقتي التفاعل بتاعنا خلاص انتهى او التفاعل ده بالنسبه لنا تم وانتهى وبعدين حصل معايا انه الكونسنتريشن الخاصه بالرياكتنت طول ما التجربه او طول ما الاكسبيرمنت عماله بتحصل بيحصل فيها decrease in concentration of the reactant until to reach a 0% وفي نفس الوقت كمان انه concentration of the product increase until to reach cam 100% ده بالنسبة لي الإيكويشن وعشان نعرف يعني إيه rate of chemical reaction طيب unreservable reaction إحنا عندنا X react to produce Y compound and Y react to produce X compound okay يبقى آدي اللي هو الـ forward reaction وهنا ايه وهنا backward reaction تمام the concentration of the reactants and products become constant and then it's possible then يعني احنا عندنا اول ما اوصل لحاله الايكوليبريم اول ما اوصل لحاله الايكوليبريم زي ما احنا عارفين ان الconcentration of the products زي ما قلنا قبل شويه بيحصل لها increase in the same time of decreasing the reactant concentration until a until reach at equilibrium state لحد ما اوصل للequilibrium state بس احنا عندنا 3 states ادي number 1 وادي number 2 وادي number 3 ايه اللي بيحصل هنا بيقول لك ايه اول حاجه هنا انا عندي products concentration less than reactants concentration مثلا دلوقتي احنا عايزين نعمل الرياكتنت اللي قدامك ده عبارة عن ايه؟ انا هكتب الايكويشن اهي reaction with او between hydrogen gas and iodine gas to produce two hydrogen iodide يعني انت عندك دول اللي هم الرياكتنت تمام ودول اللي هم التو اتش اي اللي هو products كويس كده؟ في البداية خالص أول هنا قال لك إيه products concentration اللي هو ال HI اللي هو concentration of HI less than concentration of reactants اللي هي ال HI أو ال H2 plus ال I2 يعني زي ما أنت شايف أهو آدي ده عمال بينزل كده وآدي ال concentration وده عمال بيزيد وآدي ال concentration تمام أما هنا products concentration اللي هي ال HI greater than reactants of concentration of اللي هي بتاعت الرياكتنس تمام كده وطبعا انا هنا ما عنديش equilibrium او الايكوليبريم بيكون موجود في الحته دي على اعتبار ان هم equal in concentration تمام اما في الحاله الاخيره بقى اللي هي product concentration equal the reactants concentration بالنسبه لنا هنا ادي الرياكتنس بيحصل فيها decrease in concentration وكمان ادي البرودكت بيحصل فيها increase in concentration علشان اوصل انه concentration of products equal concentration of the reactants وبالتالي احنا كده وصلنا لحاله الايه؟ لحاله الايكوليبريم كده وصلنا لحاله الايكوليبريم طيب علشان بقى نحسب اللي هو الريت اوف تمام نيجي نتكلم هنا بالنسبه للريت للايكوليبريم ادي الايكويشن بتاعتنا وادي الريليشن ما بين التايم اند ريت اوف كونسنتريشن
rate of concentration or the rates of forward reaction add the forward reaction okay and backward reaction become constant زي ما انت شايف become constant بس في نفس الوقت كله لسه شغال فعشان كده بنسميها dynamic equilibrium خلاص dynamic equilibrium in dynamic equilibrium the rates of forward and reverse او اللي هو backward reaction are equal بس ما حصلش اي حاجه في النمبر اوف مولز بتاعتهم من جوه وبالتالي احنا بنتكلم او الكيرف اللي قدامك ده او الجرافيك اللي قدامك ده عباره عن ريليشن بتوين تايم اند ريت او رياكشن ريت وكالعاده التايم بتكون موجوده على اكس اكسس اند رياكشن ريت بتكون موجوده على واي اكسس طيب احنا عرفنا دلوقتي يعني ايه equilibrium وعرفنا انه انا بوصل لحاله الايكوليبريم او الكيميكال ايكوليبريم في حاله انه the rate of forward reaction equal to the rate of backward reaction وبالتالي rate of chemical reaction ممكن نحسبها ازاي is calculated by the relation reaction rate equal change in concentration of the substance divided a change in time ادي الريت اهي هيساوي change in concentration of the substance divided a change in time اللي هي dt تمام ده بالنسبه للريت بس طبعا لو جينا اخذنا الايكويشن اللي قدامنا دي تعتبر مثلا symbolic equation على اعتبار بس نوضح الفكره بتكون ماشيه ازاي a small a capital plus b small b capital to produce c small c capital plus d small d capital طبعا لازم تعرف ان ال small letter دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال number of moles او ال coefficient الخاصة بكل كل substance موجودة معايا في ال reaction يعني مثلا a small d معناها number of moles of compound a b small معناها number of moles of compound b c small معناها number of moles of compound c و d small معناها number of moles of compound D وهكذا فأنا دلوقتي عاوز أطبق الماثيماتيكال ريليشن دي على الإيكويشن اللي قدامي طبعا أنا بيحصل عندي هنا بالنسبة لده بيحصل تغير في الكونسنتريشن بتاعة الـ A وكمان بيحصل change in concentration of B وكمان بيحصل change in concentration of C and change in concentration of D لكن بما انه انا بتكلم على الـ rate reaction يبقى the change in concentration in A during time equal change in concentration of B during time وكمان equal change in concentration of C during a time and equal change of concentration of D during time بس بنجيبها بقى ازاي انا ما ينفعش ان انا ما اخدش بالي من الـ number of moles يبقى خلي بالك كده بقى من القانون هيكون ازاي بالنسبه لي اللي هو دول كلهم عباره عن برودكتس عفوا عباره عن رياكتنس كل دول عباره عن ايه الاي والبي عباره عن رياكتنس فطبعا انت عارف زي ما عملنا او زي ما رسمنا الجرافيك قبل شويه ادي التايم وادي الريت تمام لاحظنا انه انا ببدا من ال 100% concentration of the reactant وبيحصل فيها ديكريز لحد ما اوصل او until to reach zero وبعدين ببدا من 0% بالنسبه للبرودكت وبعدين افضل ازيد لحد ما اوصل لل 100% of the products يعني اللي بيحصل عندك هنا انه بيحصل اختفاء او disappearance بالنسبه للرياكتنت وفي نفس الوقت بيحصل ظهور او appearance بالنسبه للبرودكتس فاللي بيحصل فيها disappear بدلها نيجاتيف ساين يبقى انا عندي الاي والبي يعتبروا رياكتنت يعني خلاص على اخر الرياكشن بتاعنا هيكون خلاص انتهى وما عادش موجود قدامي فانا كاتب جنبيها النيجاتيف ساين وهنا كمان كاتب جنبيها النيجاتيف ساين يبقى هنا رياكشن ريت ايكوال نيجاتيف 1 اوفر a تايمز دلتا كونسنتريشن اوف b يعني التغير او تشينج ان كونسنتريشن اوف a ديفايد دي تي يعني تشينج ان تايم وطبعا زي ما احنا قلنا النيجاتيف ساين هنا والنيجاتيف ساين هنا لان الـ A والـ B يعتبروا reactants وبالتالي احنا عارفين انه بيحصل consumption of the reaction يعني بيحصل اختفاء او تفكك او تحلل للـ reactants علشان كده كاتبين جنبها negative sign اما الـ C والـ D دول بيحصل لهم products
فدول بيتكونوا قدامي، وبالتالي انا ما اقدرش اكتب نيجاتيف ساين قدام ولا واحد منهم، لكن لازم التزم ان انا عندي في كل مره بعمل 1 اوفر سي تايمز كونسنتريشن اوف سي او تشينج ان كونسنتريشن اوف سي ديفايدد تشينج ان تايم equal 1 over d times the change in concentration of d divided the change in time. تمام؟ يبقى احنا كده خلاص فهمنا الموضوع ازاي. rate of change, rate of reaction ده عبارة عن change, change in concentration divided the time. بس لازم اعمل هنا ايه؟ 1 over the number of moles او the number of coefficient اللي موجودة امام كل compound من compounds اللي موجودة معي. تمام كده؟ ده بالنسبة لي اللي هو الاكويشن، او بالنسبة لي ازاي احسب او اعمل calculate للreaction rate. طبعا دلوقتي احنا بنتكلم على الconcentration. لو طلب منك measuring unit of rate of concentration، طبعا انا عندي هنا الكونسنتريشن اما انها تقاس بالمولر او تقاس بالمولر، ممكن تقول مولر بير سكند او مولر بير سكند، او لو انا هجيبها بالنمبر اوف مولز بير سكند هي هي، يبقى على حسب ما هو جايب لك في المساله ممكن يكون تركيز بالمولر بير سكند او بالمولر بير سكند، او لو كان جايب لك نمبر اوف مولز ممكن برضو اعتمد عليها ان هو مول بير سكند، مول بير سكند. تمام كده؟ ده بالنسبه لي الميجرنج يونت الخاصه بازاي اقيس، او اللي هو الريت، او اللي هو الرياكشن ريت. طيب نشوف دلوقتي اكزامبل، وهنشوف مع بعض احنا هنحل السؤال ده ازاي علشان نقدر نطبق على الرياكشن ريت. In the reaction nitrogen gas react with hydrogen gas to produce الامونيا gas. طبعا N2 plus 3 H2 to produce 2 NH3. فرضا لو كان جايب لك الايكويشن دي في الامتحان بس not balanced، يبقى خلي بالك قوي 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 من اي ايكويشن بتجي لك في الامتحان، لازم اكون متاكد بنسبه مليون في الميه انها balanced. طب لو ما كانتش لازم تعمل لها balanced على طول. تمام؟ بيقول لك ايه؟ calculate the rate of consumption of hydrogen gas. Hydrogen gas. Knowing that the rate of formation ammonia gas, rate of formation of ammonia gas equal 2.5 times 10 power negative 4 more per liter dot second. تمام كده؟ هو اعطاني ال rate of formation of ammonia gas. تعالى كده معايا، ادي rate of formation of ammonia gas اللي هي ال NH3. هو قال لك اي ادي rate of formation, rate of formation of ammonia gas. معطيهاني equal to 2.5 times 10 power negative 4. طب انا عايز اكتب القانون بتاعها وعايز اكتب الماثيماتيكال ريليشن بتاعتها. اتفقنا مع بعض ان هي 1 over 2 خلاص كده times delta او change in concentration in NH3 divided delta او dT. تمام؟ طيب بس أنا مش عايز الكلام ده، بس هو قال لي كمان equal 1 over 1 بتاع النيتروجين times delta أو change in concentration of nitrogen gas divided a change in concentration divided dT equal طبعا الهيدروجين بقى 1 over 3 times a change in concentration of hydrogen gas divided dt اللي هو اللي change in time. يبقى انا دلوقتي طالب منك consumption of hydrogen gas، يعني هو ده اللي مطلوب مني، دي بس اللي مطلوبه مني ومعطيني الرقم ده. يبقى انا ينفع ان انا اعمل equation او اعمل equality ما بين ده وما بين ده، بس اوعى تنسى ان انا عندي هنا negative sign لان الهيدروجين gas حصلت لها ايه؟ حصلت لها consumption، صح ولا لا؟ يبقى تعالى بقى اساوي ده، ادي 2.5 times 10 power negative 4 equal negative 1 over 3 times change in concentration of hydrogen gas divided delta t. تمام؟ وطبعا احنا عارفين ان هو المعدل بتاع الامونيا اللي هو ده بيساوي كام؟ طبعا اجي اقسمها على الدلتا تي لانها 1 اوفر 2. تعالى بقى كده معايا يا باشا،
نشوف مع بعض. يلا ادي النيجاتيف 1 اوفر 3 تايمز اللي هو 1 اوفر 3 اللي هي ده change in concentration of hydrogen gas divided delta T equal 1 over 2 change in ammonia gas اللي هي ال NH3 over delta T. تمام؟ طيب ما انا عندي الدلتا دي ده ينفع اطيرها مع ده، وبعدين انا عندي اللي تشينج ان امونيا جاز معطهاني اهي اللي هي 2.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 4، يبقى انا اقدر اجيب اعوض عن ده اعوض عن ده بالنسبه لي الرقم اللي هو عاطيهوني. تمام؟ وبالتالي بص معايا كده هعملها تاني عشان تبقى مع بعض تاني. انا عندي دلوقتي اللي هو نكتب الارقام تاني مع بعض والريت اوف الاكشن تاني مع بعض علشان اشوف انا حولتها ازاي او عملتها ازاي. انا هعمل ريليشن دلوقتي ما بين اللي هي نيجاتيف 1 اوفر 3 اللي هي الخاصه بالهيدروجين تايمز تشينج ان كونسنتريشن اوف هيدروجين جاز ديفايدد dt equal 1 over 2 times the change in ammonia gas اللي هي ال NH3 divided dt. تمام؟ بما انه عندي هنا equal يبقى ينفع اعمل اختصار ما بين ده وما بين ده. تمام؟ طيب تعالى برضو نعوض تاني، ادي negative 1 over 3 times the change in hydrogen او in concentration of hydrogen equal 1 over 2 وهو اعطى لك اللي تشينج دي equal times 2.5 times 10 باور نيجاتيف 4. فانا علشان اجيب ده كده يبقى على طول اجي اعمل times 3 وهنا كمان اعمل times 3 او times نيجاتيف 3 وكمان times نيجاتيف 3 يعني equal 3 over 2 بالنيجاتيف طبعا times 2.5 تايمز 10 باور كام؟ باور نيجاتيف 4 وهكذا واطلع النتيجه هتطلع نيجاتيف 3.75 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 طبعا مول بير ايه؟ بير لتر دوت سكند. تمام؟ يبقى الايكويشن اللي قدامنا انا قدرت استخدمها عادي جدا علشان اقدر اطلع اللي بيحصل في الكونسنتريشن الخاص بيه ماده معينه لو كان معطي لك الكونسنتريشن او اللي هو اتكونت او الفورمنج او حتى لو كان معطي لك الكونسمشن اوف ايه اوف نيتروجين جاز. برضو هعتمد على نفس الايكويشن اللي كانت a small plus a small a capital plus b small b capital to produce c small c capital plus d small d capital. طيب كنا بنقولها ازاي بقى؟ انه الايكويشن ريت ايكوال 1 اوفر a بالماينس طبعا او بالنيجاتيف تايمز تشينج ان كونسنتريشن اوف a اوفر dt ايكوال نيجاتيف 1 اوفر b تايمز تشينج ان كونسنتريشن اوف b ديفايدد dt ايكوال 1 اوفر c بس بالبوزيتيف طبعا تايمز تشينج ان كونسنتريشن اوف c اوفر dt equal 1 over d times the change in concentration of d over dt. هو نفس الماثيماتيكال ريليشن ده او العلاقه اللي قدامنا دي نفسها اللي استخدمتها هنا عشان اطلع the rate of formation لا the rate of consumption of hydrogen gas. نشوف السؤال الثاني بيقول ايه. 0.24 جرام of magnesium reacts with HCl acid and 14 second according to the reaction والوقت اللي عدى 14 second according to the reaction Mg solid plus HCl gas to produce MgCl2 plus H2 calculate the rate of this reaction in mole per second in mole per second. هو اللي قال لك انت هتطلعها لي على اي اساس؟ عايزك تطلعها لي mole per second. خلي الكلام دلوقتي
احنا عندنا هنا دلوقتي الماس اوف ماغنيسيوم ايكوال 24، وبما انه طالب منك المول يعني لازم اعتمد على الماثيماتيكال ريليشن اللي اخذناها من ايام ما كنا في اولى ثانوي، وكمان اخذناها في شابتر 2 لما كنا بناخد الاناليسز، ان احنا عندنا النمبر اوف مولز بيساوي الماس اوفر المولر ماس. طبعا هو هيقول لك انه المغنيسيوم ايكوال 24، المولر ماس الخاصه بالمغنيسيوم اللي هي الام جي ايكوال 24. فانا اول حاجه هعمل كالكوليت للنمبر اوف مول بتاعت المغنيسيوم، هيساوي ماس اوفر المولر ماس. ماس 0.24 اوفر 24 اللي هي المولر ماس، يعني هيساوي 0.1 مول. تمام كده؟ هو طالب منك ايه؟ react with HCl. طالب calculated of this reaction mole. اقول له طيب انا دلوقتي معايا number of moles ده ومعايا اللي هي 14 second، اقول له تعالى كده معايا ممكن اعملها بالهيدروجين او ممكن اعملها بالمغنيسيوم، يبقى هيساوي ادي rate of reaction equal number of moles of reactant mole divided time. divided a divided time. طب انا جبت النمبر اوف مول وجابها لي، احنا حولناها من هنا، احنا طلعناها 0.01 مول divided التايم اللي هو قال لك 14 سكند، يعني هتساوي 7.14 times 10 باور نيجاتيف 4، وطبعا الاجابه بتاعتك هتكون مول بير سكند. ده بالنسبه للسؤال ده او بالنسبه للايكويشن دي. طيب انا دلوقتي برضو ممكن يجيب لي سؤال تاني ويقول لي ايه؟ جايب لك اي شكل من الاشكال، مثلا مثلا جايب لك ايه؟ 2i minus i2 solid، وبعدين جايب لك 3O2 gas، 2O3 gas، I2 solid، I2 vapor، وبعدين 2H2O liquid، H3O boosted aqueous plus OH minus aqueous. وممكن يسألك سؤال يقول لك سوري، ممكن يسأل ويقول ايه؟ The following equation represent chemical equilibrium process except. chemical equilibrium process except. مين فيهم اللي لا تعتبر chemical equilibrium؟ تمام؟ أنا عندي هنا أول equation 2i minus to produce i2 solid. هنا أنتج لي i2 solid. وبعدين 3O2 to produce 2O3 gas. هنا I2 solid ادالك ال I2 vapor. وبعدين I2 H2O liquid اعطالك ال H3O plus ال OH minus. مين منهم اللي لا تعتبر equilibrium process؟ طبعا ده يعتبر equilibrium، ده كمان يعتبر equilibrium. انا عندي بقى الاثنين دول تقريبا زي اللي فوق، فانا ممكن اتلخبط، بس عامة اللي اعطالك من الاول خالص سوليد لا تعتمد عليه، لان ده ممكن يعطي لك كده وبعدين ده يرجع مره ثانيه بالمصدر ده كده. خلاص؟ يبقى الاجابه هتكون اللي هو السؤال رقم 3. دلوقتي احنا كده خلصنا بس الريت اوف رياكشن، ان شاء الله الحصه اللي جايه قبل ما هناخد اللي هي الفاكتورز افكتنج ذا ريت اوف رياكشن هنحل كل الاسئله الخاصه ببنك المعرفه والمنصات، وان شاء الله يكون بالتوفيق لكم جميعا يا رب.